كيف استعد الفريق منذ الصباح الباكر حتى الوصول لملعب المباراة؟ مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، ويا رب باذن الله يكون النهارده يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي باذن الله يفوز على فريق الجونه العنيد بثلاث نقاط جديده تضاف الى رصيده، ويقترب خطوه مهمه جدا من حسم اللقب المحبوب لكل جماهير النادي الاهلي. يا رب باذن الله. ما هو الجديد لديك منذ ان تواجدت في فندق الاقامه منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظه، سواء وقت الافطار، وقت الغداء، وقت المحاضره، والإجراءات بالتأكيد اللي انت تابعتها داخل فندق الإقامة استعدادا لهذه المباراة وقائمة فيها 21 لاعب اصطحابهم ريني فايلر السويسري لمواجهة نادي الجونة مساء الليلة؟ بالفعل قائمة فيها 21 لاعب استعان بيهم فايلر طبعا لمواجهة الجونة يمكن في التاسعة مساء على استاد القاهرة. يمكن إجراءات الاحترازية حدث ولا حرج، النادي الأهلي والجهاز الإداري في النادي الأهلي ما بيستهينش خالص بالإجراءات الوقائية لحماية لاعبي النادي الأهلي، وبالتالي بتعود على منتخباتنا الوطنية بجميع الأعمار السنية. النادي الأهلي بيعقم كل حاجة بسبب حاجة للظروف، غرفة اللاعبين، الغرفة يمكن لو نشاهد في صور خاصة وحصرية، فيديوهات خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي، يمكن الغرفة طبعا الغرفه اللي بيقيم فيها لاعبي النادي الاهلي، وبالمناسبه الاهلي بيطبق هذه الاجراءات. يمكن لاعب كل لاعب في غرفه مستقله عن الاخر، مش اتنين لعيبه في كل غرفه كاللي بيعملوا يعني باقي الفرق اللي بتعمل نفس الاسلوب. الاهلي بيتخذ جميع الاجراءات، غرفه لكل لاعب بيتم تطهيرها، الممرات بيتم تطهيرها، المطعم ايضا بيتم تطهيره، والاستعانه طبعا بالشوك والسكاكين البلاستيك، الاطباق البلاستيك، كل حاجه تيكاوي، الكوبايات تيكاوي، كل حاجه حرصا على سلامه لاعبي النادي الاهلي. الباص ايضا بيتم تطهيره اكثر من مره، قاعه المؤتمرات بيتم تطهيرها اكثر من مره. النادي الاهلي بيسيب حاجه للظروف، وبعد كده العامل بيتجه على استاد القاهره اللي طبعا تطهير طبعا ممرات استاد القاهره، غرف الملابس، دكه البدلاء، كل حاجه. النادي الاهلي بيكون حريص على صحه لاعبيه وحمايه لاعبيه من لعنه كورونا او فيروس كورونا. طبعا النهارده يوم النادي الاهلي، سريعا عشان وقتك، يمكن الفطار كان من 8:30 صباحا الى الساعه 10 صباحا، الغداء كان الساعه 2:30 ظهرا، يمكن بعد قليل في اقل من ربع ساعه هيكون الوجبه السناكس الخفيفه قبل المحاضره، هتكون الساعه 6، المحاضره باذن الله هتكون الساعه 7:05، بيعلن فيها مستر فايلر طبعا التشكيل اللي هيبدا بيه مباراه الجونه. 7:15 هيكون التحرك الى استاد القاهره، يمكن المسافه بتتكلم في ربع ساعه 20 دقيقه 25 دقيقه بكثير جدا بيكون الفريق داخل استاد القاهره. يا رب باذن الله النهارده يكون الأهلي موفق، ويا رب بإذن الله يكون يوم سعيد لكل جماهير النادي الأهلي. في 10 ثواني عندك ملامح للتشكيلة يا شريف؟ يعني احمد فتحي طبعا هيبدا، بتتكلم في ايمن اشرف، بتتكلم في ياسر ابراهيم، علي معلول، الاثنين ديفندرين، احمد الشيخ ممكن يكون مفاجاه النهارده، يمكن يعني الاوراق كلها ممكن تلاقي بادجي طبعا باذن الله حاجز اجاي حاجز، افشا حاجز، في بعض المراكز محسومه، لكن في بعض الكلام، في ناس قالت رامي ربيعه هيبدا على حساب ياسر كله كلام، في ناس قالت مروان النهارده ممكن يبدا، اشك طبعا، ولكن الشيخ ممكن النهارده يكون ورقه رابحه للنادي الاهلي، بيتمرن كويس، ماشي كويس فتره باذن الله النهارده، لو لعب النهارده يكون موفق ويظهر او يظهر لجماهير النادي الاهلي بمستواه اللي في التمرين، ماشي كويس في التمرين جدا، الاصابات هي اللي بتاخره، ولكن لو لعب ومشيت معاه هتلاقي الدنيا مختلفه خالص معاه. زميلي العزيز شريف شعبان من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وكل